رح ننتقل هلا لعند شيف فيصل لحتى نشوف وين صار، لانه ما بخبركم الشوكولا يعني واشياء طيبه كثير ناطرتنا ورشه ملح. لكن مشاهدينا اليوم وصفتنا هي تشوكليت كريسبي رولز، اللي هي وصفه إذا بدكم أسترالية تعلمتها من شيف أسترالي، وصفة كتير طيبة وفعلا أنه منا صعبة كتير. بتتألف كرمال، ما نضيع وقت، هي بتتألف من الزبدة، عندنا زبدة 125 جرام وأنا عامل دبل ريسبي مثل طريقة الكيك. هيدا عم نحضر الكيك لها، بنحط الزبدة، من بعد ما نحط الزبدة بنحط سكر أسمر، عندنا 200 جرام من السكر الاسمر. وبرجع بكرر انه عاملين الوصفه نحن دبل ريسبي، منطريهم مع بعضهم، بده يضطروا بالمكنه، ولازم تكون الزبده بنفس الوقت بحراره الغرفه، ضروري تكون الزبده بحراره الغرفه. عندي 190 جرام من الطحين، وطبعا عندي كاكاو 50 جرام، بيض 3 عدد 3، فانيلا 10 ملي، وطبعا عندي من الحليب 350 ملي. هلا نحن عم نطر الزبده مع السكر على المكنه، هالوقت بينما يضطروا راح انطر وحط البيض تدريجيا، ولكن راح اربح وقت وحضر الجناش يلي راح نغطي فيه قالب الكيك على النار او نار قويه اذا بدكم. اوكي، عندي من الكريم بحطهم على النار تا الكرمال يسخنوا، تقريبا شي 150 جرام، وعندي طبعا من الشوكولا 300 جرام من الشوكولا الاسود، وطبعا الشوكولا اللي بعد ما شفته غيدا هو هيدا اللي بدنا نزين فيه هلا. اوكي، مثل ما شايفين دوبت الشوكولا لبينما يغلي الكريم على النار. نحن عم نحضر جناش هلا، وعندي من الزبده كمان 30 جرام. هي طريقه الجناش، رح نستعملها لحشوه قلب الكيك، وراح نستعملها على وجه الكيك كمان. طبعا بناخذ منها كميه بسيطه كرمال نستعملها بحشوه الكيك. هلا عندي من الكريم، لازم بلش دغري تغلي على النار بالشريط الخفق، شايفين ساعدناها، الكريمه موجوده هون، وبينما تفور الكريمه راح بلش احط البيض تدريجيا، لانه اضطروا مزبوط، وكانت الزبده على حراره الغرفه. بنشيل هودي ما بدنا اياهم، بنحطهم بالمجلى، وهلا بنحط الفانيلا 10 جرامات من الفانيلا. اوكي، بعدين بنترك الحليب للاخر، وطبعا عندي من الكاكاو راح احطه مع الطحين مثل ما شايفين هون، بنحطهم اخر شيء كلهم سوا مع بعضهم، واخر شيء بننزل الحليب تدريجيا، والقالب محضرينه هون، الكريم فارت، بنطفي النار، بنحطها فوق الشوكولا، بنحطهم كلهم سوا. اوكي، كمان على المجلى بنحركهم مزبوط. نحن هون عم نحضر طريقة الجناش، مثل ما عم بشوف الوصفات على الشاشة، سجلوا الوصفات وهلا راح نشرحهم مزبوط للوصفات، وطبعا كرمال تطبقوهم بطريقة تكون سهلة. تحريك، بدنا نحرك نحن، نضلنا نحركهم كرمال ياخذوا بعضهم مزبوط. مثل ما شايفين هلا الشوكولا طبعا مر، نسبة الشوكولا على طول بنستعملها من ال 53 لنوصل ل 80%، موجودة طبعا بالأسواق مع التحريك. وكمان بنفس الوقت رح نزل البيض تدريجيا، ورح آخذ جناب المكنة كرمال المزيج كله ياخذ بعضه، مثل ما شايفين كلهم على. هلا نرجع بنكمل، بينما نكمل بياخذوا بعضهم، وبرجع بكمل وضع كميه البيض مثل ما قلنا تدريجيا. هلا عندي القناش، عم بحرك القناش، هي بنحطها هون كرمال ننزلها فوق المزيج اخر شيء، وتحريك تحريك تحريك كرمال يتفكك الشوكولا مزبوط بهالطريقه وينعموا. وفينا اذا
حرارة الكريم ما كان كتير سخن فينا قلنا نحط الشوكولا بالمايكروويف أو نذوبه بمري، وإذا حسينا إنه كمان بعد في شقف فينا نرجع نحطهم مدة تقريبا 30 ثانية بالمايكروويف. وهلأ هيك رح أعمل، بما أنه هاي الزبدة رح تنزل هلأ فوقها، رح أحط الشريط الخفق هيك ورح أروح على المايكروويف حط لهم تقريبا شي 30 ثانية. وبنفس الوقت مشاهدينا عنا الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ضروري يكون حاضرين الفرن من قبل بوقت. وطبعا كرمال أي كيك أو أي شيء بدنا نخبزه يفوت على درجة حرارة عالية ويكون مخزن حرارة مزبوط الفرن، لأنه هاي الأفران مجرد ما نفتحها رح تظهر تقريبا 30% من الحرارة الموجودة بقلب الفرن، وبالتالي بيرجع بده وقت تيستعيد الحرارة الفرن. ورح طبعا أي كيك أو أي شيء عم نعمله بالفرن رح يتأثر. هون كمان بنرجع نحركهم، وبنفس الوقت رح حط الزبدة معهم نحركهم مزبوط. ونحن عم نحرك شو بنعمل؟ كمان نوضع باقي كمية البيض تتاخد بعضها. مجرد ما تاخد بعضها بيبقى عندي يعني هون القناش عندي جاهز، طريقة القناش جاهزة كرمال بدنا نحضر الوصفة هلأ أكيد ما بعد البريك، كرمال نحضر وصفتنا ونعمل مونتاج الكيك. هلأ هون بهالوقت أخذوا بعضهم، رح حط الطحين المنخول مع كاكاو باودر، حطينا الطحين هون على الخفيف برمة خفيفة كرمال ما نتحمم بالطحين. اوكي بهالطريقة على الخفيف، وهلأ منحط الحليب كمان تدريجيا عندي من الحليب 185 جرام، والوصفة أكيد ضرب 2 تدريجيا كرمال ياخذوا بعضهم مزبوط مثل ما شايفين خيط رفيع. هلأ طبعا نحن مجهزين قالب الكيك والفرن على درجة حرارة 180 درجة، وطبعا فينا نعملها إذا ما نربح وقت فينا نحطها بصينية مثل سويس رول سماكة 2 سنتي كرمال تنضج أو نسرع الخبز. هلا كمان راح يصير مثل ما شايفين المزيج باخذ الجناب كلهم سوا، وبنرجع نمزج تقريبا لحظات، وبهالوقت راح اجيب قالب الكيك، هيدا القالب موجود عندي هون، رح احط شيء بالصينيه والقناش صار جاهز. بيبقى عندنا قلنا الحشوه رح نعملها ما بعد البريك. اوكي هون نحن جاهزين، في صينيه كمان جاهزه هون وراي، نشوف شو فينا نعمل، وسباتيل موجود هون ورح نعمله هو ننظف بادل مزبوط، نمزجهم شوي بال ياخذوا بعضهم مزبوط. هلا فينا نحطهم بالكيك قلنا، وكرمال اربح وقت واسرع لمده 5 دقائق راح احط المزيج بالصينيه، راح احطهم كلهم سوا يلي طبعا الوقت بيكون اسرع لانه بدهم تقريبا شي نص ساعة بالفرن.
وهيدا الكيك نعمله مونتاج بأي بول موجود عندي بالبيت إزاز أو غيره، وفيه أخبز بهيدا القالب كما شايفين مجهز، وفي إذا عندي بول بالبيت إزاز فينا نستعمله بالفرن، أكيد فينا نخبز فيه نتأكد من نوعيته، فينا نحط له أويل سبراي أو زبدة ونرش طحين ونحط مزيج فيه ونخبز بالفرن. هلأ رح أعمله كرمال نربح الوقت، قلنا بمدنا بالصينية مثل سويس رول، وبتفوت على درجة حرارة عالية. ليه؟ درجة حرارة العالية على طول أي شيء رقيق بالفرن كرمال ينضج بسرعة، لأنه إذا الحرارة الواطية رح ياخذ وقت أطول ورح يطلع شو؟ كتير كريسبي، ونحن هالشيء ما بدنا إياه. وهيدي كلها صارت ممدودة بالصينية قدامكم، فيها تكون أرق وفيها تكون أسمك. هلا على الفرن. هلا لهيدا نوع من الكيك قلنا بنعلي الحراره، نحط تقريبا 6 دقائق تنشوف شو الريزلت راح يكون. يعني طبعا على الخبز بدنا نحط الوقت، هي بتاخذ 5 دقائق بس، اذا شيء سبونج عم نعمل سبونج كيك بياخد 5 لـ6 دقائق مثل سويس رول. هون عنا عم نعمل طريقة كيك ممكن تاخد وقت أطول، وبرجع بكرر إنه الحرارة مثل ما شايفين عليت الحرارة على الآخر مبدئيا بس تعبي الفرن حرارة، وبرجع بحطه على درجة حرارة 200. هلأ القناش موجود عندي، القناش موجود عندي، وطبعا هلأ راح نحضر الحشوة الفيلينج اللي هي بتتالف من 350 سكر بودره، عندي من الزبده 185 جرام، عندي حليب بودره 15 جرام، انا حاطط بالوصفه حليب جوز الهند، فينا نحط المولتد ميلك باودر، اذا لقيتوه بالسوبر ماركت مولتد ميلك باودر تستعملوه، واذا ما لقيتوه المولتد ميلك باودر بتستعملوه بسكت كمان هو معمول من المولتد ميلك، في كذا طريقة، وفيكم إذا بدكم تستعملوا نوع، إذا بدكم نستعمل للأطفال ما بدنا نعمل له دعاية، هو من القمح معمول، فيكم تستعملوه بيعطي طعمة نكهة كتير طيبة لهيدا الوصفة، وهي موجودة بقلب هيدا النوع من الشوكليت كريسبي رول مثل ما شايفين، هيدي معمولة هالبسكت من المولتد ميلك، وأحسب هيك نحن الوصفة عم نعملها بهيدا الموضوع، أو أي إذا بدكم كاراملايز بسكت راح هيدا جينجر بسكت فيكم تعملوه، بينطحن وبنحط مع الحشوة. هلا لتحضير الحشوة راح أحضر البول، وطبعا راح نطريهم على المكنة، سكر بودرة الزبدة موجودين هون، اكيد هلا رح نعملهم على المكنه، عندي الحليب البودره حليب جوز الهند وطبعا البسكت. رح نروح بريك صغير نحن وياكم ونرجع نكمل وصفتنا لليوم، خليكم معنا.